هلا هلا بيكم من حييكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بوشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسن جيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم رح يلقاكم. او جودوي انتم مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدأ يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي اويدي من المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. تمام شو اخبارك؟ لك حليانه شو عم تعمل بحالك؟ دوبري قلبي عيونك الحلوين طمني عنك انت كيفك؟ الحمد لله تمام. لك وين مختفيه انت ما عاد بينتي؟ والله انا موجوده بس انت اللي ما عاد شفناكي. الله يرحم ايام الجامعه كنا كل يوم نلتقي. شايفه من وقت ما تخرجنا ما عاد التقينا ابدا. اي والله الله يرحم هذيك الايام شو كانت حلوه. لك شو بيعرفني كل مين التهى بحاله شي بشغله شي ببيته. لك صحيح نسرين قال سمعت انك انت تجوزتي الدكتور تبع الجامعه تبع ماده المنطق مزبوط هالحكي ولا لا؟ ايه صحيح. ايوه ان شاء الله الف مبروك بس يعني مو كبير عليك شوي؟ ايش بدي اعمل؟ هو قال بيحبني كتير كتير. بيني وبينك لو ما تجوزته ما كان نجحني بالماده. ما شفتي صار له كم سنه كان عم يرسبني؟ ايه بس يعني سرين يعني انت كل عمرك 25 سنه وهو عمره 60 سنه، شلون ركبت معك هاي؟ ايه والله ما بعرف، يعني قلت لحالي الزواج كله مثل بعضه، بعدين هو صحيح عمره 60 سنه يعني بس مأمن حاله كثير وبيحبني وطاير عقله فيني، وانا كنت بوقتها بس بدي اخلص من الجامعه واتخرج واطلع من بيت اهلي. ايه يعني المهم تكوني مرتاحه معه؟ ايه الحمد لله مرتاحه كثير كثير، بعدين شايفني ومو مصدق ابدا. واهم شيء انه بيثق فيني ثقه عمياء. ثقه عمياء؟ يا ستي ألف مبروك. ثقة عمياء أما أنت كنتي بالجامعة مقضية لمصدية ومشموسة بكل الجامعة، يعني هلأ معقول تكون تعبت على إيدي؟ أمان وين سرحتي؟ آه لا لا حبيبتي ولا شي. ليكي خليني شوفك ولا ما عم بيخليك الدكتور تطلعي وتفوتي؟ لا شو ما بيخليني يقبر قلبي ما بيحكي شي أبدا. خليني وين ما بدي روح وين ما بدي إجي. تعي تفضلي لعندي خليني أعزمك على فنجان قهوة. ليش وين ساكنة؟ هون ساكنة بهاي البناية. آه يعني هون بيت الدكتور. ابقي تعي لعندي وعملي لي زيارة. ها لك طبعا أكيد بس أنتي أمانة بتسلمي لي كتير على الدكتور. إيه خلاص وصل حبيبتي. يلا باي باي حبيبتي. باي. بيبي اهلي حياتي اهلا وسهلا. شو حياتي شايفتك بعدك عم تصلح بهالورق من وقت ما تركتك. اخ والله شوفت عينيك. بعدين انت ما طولتي ما صار لك ساعتين رايحه. ما حبيت حياتي اتاخر عليك. لك شايف راجعه وايديك فاضيه كانك ما اشتريتي شيء. اه
يعني هو بصراحة حياتي ما عجبني شي حلو بالسوق، فقلت لحالي يعني بنزل بكرة وبعد بكرة هيك أخذ وقتي، يعني ما بدي جيب شي مو عاجبني. يعني بعدين إحنا شو جايبين مصرياتنا من الطريق مثلا؟ برافو عليك. طمني كيف هالطلاب كاتبين بهالورق؟ والله نسبة النجاح عندي السنة منيحة كتير، ما رسب عندي غير سامر. آه؟ مين سامر؟ سامر هذا اللي ساكن عنا بالبناية. آه هذا سامر ابن الجيران. إيه ليش يعني ليش مكاتب منيح؟ شو ليش؟ مو كاتب ولا جواب صح، شلون بدي نشحو؟ تقوف تقبر قلبي دبرو، والله مو حلوة. قال دبرو؟ لك شلون بدي دبرو؟ أصلاً هذا الولد أزعار، أنا وقت كنت شوفه داير بالشوارع قول لحالي شلون بدي ينجح، فعلاً طلع حمار مو كاتب ولا كلمة. طيب حياتي كرمالي الله يخليك. أيوة وإنتي بقى ليش مهتمة فيك الهلد؟ لك لا مالي مهتمة ولا شي، بس يعني نحن وياه جيران يعني، وأمه في بيني وبينها زيارات عطول بتجي لعندي وبتشرب قهوة. هلأ إذا أنت بكرة رسبته أنا وين بدي روح بكرة من وش أمه؟ بتصير عطول تلتقم فيني. بتلتقم تضرب هي وياه إذا هيك؟ شو أعمل لها إذا ابنها حمار وداير بالشوارع وعامل حال نسوان الحارة؟ الله يا بابا شبكة كتير ضعيفة. شو يا سامي؟ ايه بظن بكرة نتيجة مادة المنطق عندك ما هي؟ ايه والله هيك عم بيقولوا. شو ابو سمرة؟ ان شاء الله السنة من الناجحين. ايه مسامر طبعا السنة خلاص حلا بقى. ايوه شلون حلا؟ لك ما شفتك كمشت كتاب بإيدك، شلون بقى؟ فهمني يا بابا. نحنا صرنا بعصر السرعة، عصر التكنولوجيا، مو الشغلة بقى النجاح وهالقصص هي، مو فتح كتاب وفتح دفتر وما بعرف شو، الشغلة بدها دماغ، بدها عقل، وخصوصي المنطق. ايوه اوكي وصاير عم تتفلسف كمان. شفت بابا؟ انت بنفسك قلت عم بتفلسف، معناته انا فيلسوف، والفلسفة هي اساس المنطق ولو. لهلا مشان شو النقاش هاد؟ بكرة المي بتكذب الغطاس. يا شوف بابا، شوف هالخبر. صباح الخير دكتور. عدم المؤاخذة دكتور، بدي اخذ من وقتك هيك ثواني بس، صحيح عم يقولوا انه بكره النتائج؟ هيك عم يقولوا. هيك عم يقولوا، ممتاز، الله يسمعنا الاخبار الطيبة. عفوا دكتور، هيك سؤال تاني صغير، يا ترى حضرتك يعني مرسبني بالمادة ولا منجحني؟ لك ابني بكره بتطلع النتيجة وبتشوف النتيجة، خلص. لا معناتها مرسبني دكتور. لك انا هلا شو بدي اتذكر؟ عندي 300 طالب، مين كتب ومين ما كتب؟ شت. عفوا دكتور. طيب عفوا دكتور بعد اذنك، يعني هلا مو حضرتك بروفيسور بالمنطق ونازل ترسبني كل سنه بسنته ما شاء الله، معناته حضرتك تفهم بكل شيء بالمنطق. اي نعم أنا اللي بفهم بالمنطق، طالما عم تقلي بروفيسور وبدرس منطق معناتها بفهم بالمنطق. ممتاز، في مجال اسألك سؤال بالمنطق بس بشرط إذا حضرتك ما جاوبت على هذا السؤال بتحمل حالك وبتروح بتغير النتيجة من راسب لناجح، وإذا حضرتك جاوبت على هذا السؤال فخليك مرسبني قد ما بدك. أنا موافق، بس إذا أنا عرفته حضرتك تترك الجامعة وبتروح بتلاقي لك شي محل خضرة تتقوى فيه بتشتغل فيه. موافق. هات أشوف. ما هو الشيء المنطقي وغير قانوني؟ وما هو الشيء الغير منطقي وقانوني؟ وما هو الشيء الغير منطقي وغير قانوني؟ شلون؟ ما فهمت عليك، عد لي لشوف. ما هو الشيء المنطقي وغير قانوني؟ وما هو الشيء الغير منطقي وقانوني؟ وما هو الشيء الغير منطقي وغير قانوني؟ طيب روح هلا، روح أنا حنجحك، روح.
أو ريفوار دكتور بروفيسور. يخرب بيته على سؤال منين جايبوه. أهلين أختي، طمنيني عنكم. الحمد لله. شلون ابنك؟ طلعت نتائج البكالوريا؟ شو إن شاء الله ناجح؟ يا ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، إن شاء الله ألف مبروك. آه؟ إيه؟ سامر؟ قال بكرة بتطلع نتائج مادة المنطق، عم بيقول إني هو متفائل. يا رب إن شاء الله أختي، إن شاء الله تبقوا طلوا علينا، خلينا نشوفكم. ماشي، تضلي بخير. أهلين، الله معك، مع السلامة. مع السلامة. يا رب يا رب ينجح ويبيض بوشنا. والله العظيم صرت عم بستحي من العالم كل ما بيرسل. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا يهمك حبيبتي، ولا يهمك، لا تاكلي هم ابدا. النجاح ضمنته وبدرجه ممتازه كمان. لك مثل ما عم اقول لك، لك ما هو الدكتور رؤوف شخصيا وعدني انه ينجحني. لك إيه لك تخافي علي؟ يا ستي سالته سؤال، سؤال مشروط، اذا عرف يجاوبه يضل مرسبني الصفل، بس اذا ما عرف يجاوبه شو بيعمل؟ بيروح بيغير النتيجة من راسب لناجح وبدرجة ممتازة. ايه مثل ما عم قلي. لا وشو؟ قال شو قال لي؟ قال لي إذا عرفت جاوبه بدك تترك الجامعة وتفتح محل خضرة. تخيليني عم ببيع أنا بندورة وبقدونس ونعنع. لك يا نعنع قلبي أنتي، اشتقت لك يا حياتي. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو ما بدك تشلح الجاكيت؟ بدك تطلع على شي قرنة؟ لا مش لحال الجاكيت. هات عنك يا رب. شو وينه ابنك سامر؟ لسه ما رجع لهلا مثل عادته. لهلا ما رجع؟ لك والله رح يجنني هذا ابني. لك لسه مقضيها صايع ضايع بالشوارع، ما بيجي لاخر الليل. لك شو بدي اعمل معه هذا؟ طول بالك يا ابن الحلال، الا ما الله يهديه، ادعي له الله يهديه. ادعي له ما هيك؟ ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لك حسبي الله ونعم الوكيل على هيك اولاد. مرحبا حبيبي. وين كنتي؟ كنت بالسوق، ما قلت لك من امبارح انه بدي انزل. شو كيف الكنزة؟ حلوة؟ حلوة، ماشي حالها. شبك حبيبي؟ مو على بعضك، شو القصة؟ على فكرة هذا ابن الجيران رجعت نجحته. مين هاد؟ هذا ابن الجيران رجعت أعطيته علامة منيحة ونجحته كرمال خاطرك. يعني أنا فكرت بكلامك، إيه ما حلوة وشك بوش أمه كل يوم. بعدين أنا بصراحة بدي أخلص منه، صار له برسب عندي سنتين وكل يوم الثاني بنط بخلقتي، فنجحته. ايه حبيبي، عين العقل عملت. إيه يلا رح اغير ثيابي وارجع احط لك اكل. ماشي. لقيتها لقيتها. الو الو منير، مرحبا حبيبي. اول شيء انا فتحت مشان بارك لك، انت فعلا تستاهل النجاح، نجحت بالعلامه التامه، انت مجد. منير الله يرضى عليك، انا عاوزك بشغلي وبدي اياك تيجي لعندي ضروري. ايه بتعرفوا عنواني؟ ما بتعرفوا؟ ايوه ايه بالضبط. يرضى عليك، عير الساعه عندك، نص ساعة أنا بكون على باب البناية. مع السلامة، مع السلامة.
ونجحك؟ لك ايه طبعا نجحني. الله وكيلك خوت وخوت نحول حول بعض بالحيط. تأخرت شوفك بعدين. أرفوار. مرحبا يا ابني يا منير. أهلين دكتور. شلونك؟ شلون أهلك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. أول شيء أنا بدي بارك لك لأنك أنت ناجح بالعلامة التامة. الله يبارك فيك دكتور. هلا أنا بدي أسألك سؤال، مو مشان شيها، مشان أتأكد بس أنك أنت نائل ولا مالك نائل؟ تفضل دكتور. ما هو الشيء القانوني والغير منطقي؟ وما هو الشيء المنطقي والغير قانوني؟ وما هو الشيء الغير منطقي والغير قانوني؟ دكتور القانوني والغير منطقي انك تتجوز بس بنت 20 سنة قد بناتك. المنطقي والغير قانوني انه يجي واحد يرافقها ازعر مثل هذا اللي كان واقف حدي هلا راح هيك. اما الغير منطقي والغير قانوني انه يجي واحد ازعر مثل هذا اللي راح هلا يلعب عليك وعلي وانا طول السنه عم بفرح وعم غير نظارات وهاري اربع صواريخ لحتى رحت وجيت على الجامعه بسؤال واحد ما تعرفه يا بروفيسور تقوم تغير له العلامه وتحط له اياها تعمل.